وقفات مع عامر. حياكم الله وهلا بكم. الفن يجمعنا ورياضة عاصمة ثقافة الفنون. فاليوم جينا بمعرض فنانة تشكيلية رائعة لعملها بفنها تميز بشيء جدا جميل، بمعنى آخر كل لوحة قصة وكل قصة رواية. ضيفتنا طبعا ما هي غريبه على الفن التشكيلي السعودي وعلى مستوى العالم العربي، ما بنقول اوروبا حنعرف ليش، لكن تميزت بريشه جدا جميله. الفنانه التشكيليه الدكتوره سوسن السجان، حياك الله استاذ سوسن. الله يحييك استاذ عامر، شكرا على الاستضافه. الله يسلمك. استاذ سوسن، لك في الغربه طويل بين اوروبا وبين امريكا وكندا، وفي الاخر الحمد لله استقريتي في بلدنا، بلد العز، بلد العطاء، لكن فنك تأثر بغربتك. أعطيني رواية الفن مع الغربة. صحيح، أحس أني متأثرة بفنون العالم كلها لأني لفيت حول العالم كله. ما شاء الله. شفت حضارات، شفت ثقافات، عشت مع شعوب يعني مختلفة في اللغات، في الدين، في كل شيء. طبعا هذا كله تشبع في ذاكرتي. بعد ما خلصت رسالة الدكتوراه وحتى في اللجنة اللي تسألني سألوني دكتورة سوسان يعني نهنيكي انت ايش حتسوي الحين؟ قلت انا بروح البيت وسوي مرسم وارسم. الله. هم ضحكوا يعني حسوا انه يعني هذه نكتة يعني. كانوا يتوقعوا اني اصير مثلا دبلوماسية أو سفيرة او شيء يعني في مجال تخصصي. سبحان الله، انا رسامة من الطفولة يعني كنت أعيش بين فن خال خطاط، خالة رسامة، أولاد خالة خطاطين، خالي الثاني صوته ما شاء الله أوبرالي ما شاء الله. في زمان يعني أيام زمان ما كان أحد يلا الغنى يعني. صحيح. فزي صوت وديع الصافي. فالعيلة كلها فيها فن ما شاء الله. بعدين التهت بالدراسة، لما خلصت دراستي رجع الشغف للفن وبدأت أرسم. خلال مسيرتك الفنية بين إيطاليا بلد الفنون وفرنسا وبقية العالم، هذول أهم دولتين بالنسبة للفن التشكيلي بالذات، كيف حصلتي مشوار الفن عندهم؟ الحقيقة يعني أنا شفت الفنون في كل العالم، يعني عشت في تايوان أيضا، فالفن هناك مختلف. شفت الفنانين يعني يرسم على بيضة لوحة كاملة، هو مركب على عينه مكبر يعني بريشة خفيفة، أنا يعني في العين المجردة ما تشوفها، لكن هي لوحة على بيضة. فيعني تصور الفنون في كل العالم متميزة ومختلفة. فلما الإنسان يتشبع بهذه التكنيك والألوان والأساليب المختلفة تتخزن في الذاكرة، يجي يحس انه انا ابغى اسوي شيء برضو البلدي، ابغى ارسم هالبلد هذا بطريقة ما. ما شاء الله. ما اجملك يا وطن. الدراية شيء فوق الخيال، لكن هل في شيء اثر عليك لما وصلتي لرسم الدراية بالطريقة هذه؟ عشت حوالي الفترة الاخيرة من حياتي 6 سنين في ايطاليا في روما، فكنت يوميا يعني اشرب القهوه جنب الكولوسيوم. الكولوسيوم رمز لايطاليا، اللي يشوف صوره الكولوسيوم خلاص حيعرف انه هذه روما ايطاليا، اللي يشوف برج ايفل حيعرف انه فرنسا باريس. فتمثال الحريه يعني في نيويورك الواحد يعرف انه في الولايات المتحده. لما رجعت حبيت اسوي هذا الشيء مع الدرعيه.
أبغاها يعني فعلا الدرعية تكون رمز للمملكة العربية السعودية، فكنت أرسمها بألوان لأنه أبغى الدرعية تكون في كل مكان في البيت، مو بس أنه رمز في المقرات الحكومية والرسمية أو في الفنادق. ففعلا رسمت أول لوحة للدرعية وكانت ألوانها جميلة، وأول لوحة للعلا. الله، لأن أحب الآثار ما شاء الله. وخلال دراستي أخذت كورس آثار في فرنسا. جميل. فشفت أهمية الآثار، وأنه الآثار هي رمز للدولة، هي رمز لحضارة شعب. صحيح. فكل ما اعتنى الإنسان فيها، كل ما اعتنى بأصالته بثقافته وهويته. الله يسلم. بالعكس هي جميلة، دائما احنا النادي من خلال منصتنا نقول يا جماعة الفن جميل، لكن أرجوكم لا تنسوا هويتنا، لأن هويتنا ثقافتنا. ست بقى أجيال فاعتنيها بالألوان جدا جميلة، حتى تسمحين أقول لك ألوان فرحية، ألوان فيها جميلة، الخضار والأصفر الأورانج المختارين جدا جميل. يعني أحس نفسي كذا لما أشوف اللوحة هذه دخلت جزء من حوار صغير حق الدرعية القديمة. صحيح. فهل هي صورة ولا هي من الخيال حضرتك؟ هي جزء من صورة وأضيف لها خيالي وشعوري. فأنا يعني شعوري كيف بالمحبة. هذه اللوحة اسمها الدرعية بعد المطر. لو طالعت على الألوان نفسها حتحس كأنه الطين مشبع. صحيح. الأرضية كيف أنها خضرة. فهي هذه آثار الدرعية، هذا اللي باقي. لكن أنا أبغى أقول أنه الدرعية حية، حية في حياتنا، حية في تاريخنا. أني حاطة الشخوص، كيف كانت الدرعية؟ كان فيها رجل يشد جماله، جمل مرتاح، طفل راكب على جمل صغير. أبغاها أنه تكون فيها ألوان ذهبية كمان. هذه قيمتها، يعني هي تاريخ ذهبي نعتز فيه. والله. وأنا فعلا القرار الأخير أنه بجعل 22 فبراير يعني يوم عيد لتأسيس المملكة، وأنه الدرعية هي هذا الرمز، هي الأساس. يعني أثلج صدري وحقق مناية. كلنا فعلاً. كلنا أكيد. والحمد لله. الحمد لله. بلاي شيء كلنا نعتز فيه، أنه صار لنا غير الوطن صار فيه لنا يوم تاريخ تأسيسي وضطناه بالدرعية، لأنه هي زي ما تفضلتي دكتورة هو يعني شيء للأجيال. صحيح. بالطريقة هذه عمره ما حينتسى تاريخنا لأجيال اللي جاية. صحيح. بفنكم كملنا مشوارنا مع بعضنا. الله يسلمك. جعلك سالمة ربي. أحب أضيف شيء مهم. يعني أنا جوني يعني أوروبيين البيت، إيش اللوحات اللي اختاروها؟ الدرعية، تصور. صح. يعني أعجبوا أغرموا فيها وأخذوها. يعني هذا هالشيء الجميل، يعني أنه ياخذوها كذكرى، دليل على أصلاً على تأثيرها في وجدانهم. فارتبط أنها بشيء جميل، المملكة الإقامة فيها جميلة، الدرعية فيها تاريخ، فهم أخذوا هذا الرمز، أخذوا لبلدهم. بس نقول لهم شكرا، أعطيتهم جزء من تاريخنا. أي فعلا. الله يسلمك. ورعين. والله يعني. وفعلا دائما يسألوا عن اللوحات اللي فيها تاريخ، فيها تراث، ويسألوني إيش القصة، أنت كيف رسمتيها، ليش رسمتيها. يحبوا أنه يكون في وراها قصة اللوحة. فحتلاحظ أنه كل لوحاتي في المعرض أصور فيها مدن المملكة، لكن أصور كل واحدة بقصة، بتاريخ معين، بأسلوب معين يليق بالمدينة اللي أنا أصور. تذكرين بقصة زمان، كان في قصة زمان دكتورة سوسن كان يكتبوها، هذا أيام يعني أيام الطيبين. أيام الطيبين. أيام الطيبين. يعني عشان أقول أني أنا من أيام الطيبين. كانت في سلسلة القصص، هي السلسلة الخضراء، عبارة عن قصص خضراء، وكان فيها مثلا قصة الأميرة النائمة، قصة سندريلا. أعتقد أني متأثرة بهذا الشيء بالألوان، كانت ألوانها جميلة رائعة. سبحان الله. قوية. فكانت الألوان أفتحها وأشوف وأحلم أني أنا أميرة، أني ساحرة أطير من مكان لمكان. فأنا أحس هذا، حتلاقي هذا الجانب برضو، في جانب في سحر، في غموض في اللوحات وفي تصوير المدينة كامرأة. أنا بتشكرك لحاجة قبل شوي قلتيها. الضيف لما يجينا بالذات الأجنبي، مو العربي، العربان كله خير وبركة، الأجنبي أوروبي والأمريكا أيا كان، لما يأخذ جزء من أعمال فنية عن هويتنا، عن تراثنا، وفعلا احنا نقلنا معاهم تاريخنا، جزء من تاريخنا. صحيح. لانه اي فنان او اي ضيف عفوا ممكن يجي ياخذ اي لوحه قيمتها
المعنوية غير لما تكون شيء يمثل تاريخ بلد معين. فعلا، وقيمتها ان نشرح لهم ليش احنا نحب هذا الشيء، ماذا يعني هذا الشيء. علشان كذا انا اصريت انه في معرضي انه تكون اسماء اللوحات. في بعض الفنانين وبعض النقاد والرواد يقولوا لا انت اتركي اللوحه هي تقول. انا عندي غير، اللوحه فيها هدف، في رساله ابغى اوصلها، فاسميها عشان احاول انه يعرفها. كما يعني انا اسمي سوسن، عشان اتميز اللوحه لازم تتميز باسمها بروحها. وايضا اني احط اسمها بالانجليزي. احنا هذا لما نكتب الاسم بالانجليزي ما هو انه يعني خضوع لهم، احنا نبغى نوصل الثقافه، نبغاهم يفهموا. انا احس في اقبال على المعارض من الاجانب والمقيمين، لكن ما هم فاهمين ايش احنا نبغى نقول بهذه اللوحة، فضروري نهتم بهذا الجانب. هاي خطوة جميلة رائعة. شكرا لك. يعطيك العافية عليها. الله يعافيك. شكرا لك. بورتري رائع. شكرا جميل. لك. أحسه مليان ورد وزهور، ولا هي اللي صاحبة الصورة؟ هي اللي وردة منورة، الورد اللي حولها. أحس الورد منور. أسعد صاحبة الصورة. أسعدتيها فيها. فيها سكينة، فيها راحة. جدا. ألوانها كذا، أحسست نفسي في مزرعة ورد. أنا عندي كذا، أحس إنه عندي زي هاجس إني أخلي الناس يحبوا الألوان. ما شاء الله. الناس تخاف من الألوان، إنه هذا أحمر أخضر أصفر. دائماً تلاقي الديكور رمادي أسود أبيض، لكن ممكن يكون مثلاً الأثاث رمادي واللوحة ملونة. في دكتور في دبي ايش مسوي؟ مشتري يعني دور كامل في عمارة اخر دور. ما شاء الله. وحاطط العفش كله ابيض. والله. واللوحات كلها جميع الالوان. والله بتمشي مع بعضها صح؟ اي والله، يعني هو لانه يحب، اللوحات فخلى انه العفش ابيض علشان اللوحات ايش ما حط اللوحة يمشي مع اللون الابيض. ما خلى اللوحة هي تمشي مع العفش. العكس. هو العكس، وفعلا اللوحة هي قيمة فنية احنا مفروض نسويها العفش عشانها. طيب قلنا استاذ سوسن كل لوحة لها قصة. فعلا. ممكن نعرف قصة اللوحة هذه البورتري؟ هذه قصتها في هولندا. انا كنت في مزارع تيوليب في الربيع، فنحب الجهنمية، فشفت اول جهنمية كلها زهر، يعني ما في اوراق. رغم الجهنمية فيها شوك كذا بشقاوة، يعني طفولية فعلا. دخلت جوا الجهنمية وسويت كذا وابتسمت. ما شاء الله. فالصورة رائعة لأن فيها تلقائية وعفوية. فأنا قلت أنا برسم هذه الصورة وأسويها، بس يعني شلت الشقاوة. خليتها طبيعية مريحة. خليتها هدوء. هدوء. خليتها راكزة هادية. ما شاء الله. لك جملتيها فعلا، ألوانها مريحة. يعني حتى الرسمه نفسها، البنت الهادئه، المراه الهادئه فيها حول الزهور، فشيء يعطيك من الراحه النفسيه، من الرومانسيه بين المراه وبين الورد، لانه سبحان الله هم اثنين لهم ريحه تعبير الورد والصيف. وفعلا الزهور والزرع والطبيعه لها تاثير كبير على النفس. يعني لو تلاحظ، لو حطيت بوكي ورد في البيت او نبته خضراء حتغير الجو. سبحان الله. لانها روح، شيء حي، كائن حي. احد الضيوف كان مره عندنا، كنت عندها في البيت في المرسم، فبالغلط جيت وضربت احدى زرعاتها ورد. قال لي عامر زعلتها. قلت زعلت مين؟ ما انتبهت. قالت لي الزرعه. قلت ليش فيها؟ قالت لي ضربتها. قلت لها استاذتي انا ما جيتها. فعلا انا اسوي كذا نفس الشيء. نفس الشيء لما اجي امسكها، يعني يمكن ما ادري الناس حيقولوا هذه غريبه او فيها مختله او شيء، اشوفها براعم صغيره امسكها وابوسها، يعني اقبلها كذا يعني السعاده. ساعات اكون امسكها واحركها تنكسر، اقول لها انا اسفه. الكائنات كلها حيه. سبحان الله. وكله يسبح بحمد الله وذكره. حتى الحجر. سبحان الله. حتى الجبل يسبح بحمد الله، فهذا الشيء يعني فعلا ناخذه في الاعتبار. ما ادري اقول لك الورد يستاهل انك تقول له، اقول لها شكرا انك نبهتي عليه. شكرا. بس على فكره هذه نصيحه جميله، انه اللي يحب الحياه يحب الطبيعة، فزي ما تفضل الدكتورة سوسن، تبعوا على خضاركم ووردكم
عشان تطلع اشياء رومانسيه وجميله بالشكل هذا. واقتنوا الورود والزهور جيبوها دائما، البيت يكون فيه طبيعه، لانه احنا عندنا البيت فيه يكون مواد كيماويه كثيره للاسف، في مواد منقيه، حتى لما يروحوا في ناسا في الفضاء ياخذوا نبته معينه علشان تسوي لهم اكسجين. سبحان الله. في المركبه الفضائيه. اجل خلينا ناخذ اكسجين مع بعض من خلال لوحاتك. ان شاء الله. ان شاء الله. لو لاحظنا المعرض كل لوحات ومو بعضها كلها تكلمت عن هي الانثى، فاللوحه هذه فيها نوع من الجفاء او صعوبه المراه او حزن المراه. دكتوره سوسن اعطتينا مرأة بشكل مختلف في اللوحه هذه. فعلا هنا اللوحه اسلوبها مختلف والوانها مختلفه حتى. اسم اللوحه الجفاف، هي الوحيده في المعرض اللي اسمها مذكر الجفاف. أنا قصدت فيها أنه المرأة عندما تفقد عواطفها وتفقد حنانها وعطائها تفقد أنوثتها وتتحول إلى ذكورة أقرب، فتصبح الجفاف يغير شكلها، يغير ملامحها، رغم أن اللوحة جميلة بس يعني الفكرة أنه الضربات بالسكين هذه تدل على الجفاف، تغيير في طبيعة جدا تغيرها، وحتى نظرتها فيها حزن، فيها حزن، لأنه هي طبيعتها نطقت، طبيعتها أنها تكون حنونة معطاءة كريمة. ما الأم والمرأة هي الأرض، هي الأساس، فلما تزعلين هي وتجفين هي ايش بيصير لنا احنا؟ صح. اي أيوة والله، بس اشوف حتى حبوها الرجال واقتنوها. الحمد لله، مبروك على اقناعها. الله يسلمك. لا بس يعني فعلا نقله نوعيه من بعض اللوحات، وهذا من جمال الفنانه انه يكون كل عمل له وراء قصه او روايه مختلفه عن الثانيه. هنا شفنا قصه مختلفه كليا عن بقيه اعمالك ما شاء الله عليك. فعلا حتلاقي انه كل لوحه لها اسلوب ولها تكنيك ولها شكل اللي يوصل روحها. يعني انا احس اللوحه زي كائن حي فيها لها روح، في لها حكايه، هي تحكي بنفسها قصتها. خلينا نشوف القصه الثانيه. نشوف القصه الثانيه. الجنوب لا احد يقدر يوقف عنده ولا احد يمر من غير ما يرسمه، حتى سير الجنوب دكتوره سوسن اعطتنا لمحه فيها، جملتيها لها سير. والله انا احب عسير، احبها فعلا انها مميزه بطبيعتها. صحيح. انا احب الطبيعه. مين ما يحبها اساسا؟ اي أيوة والله احبها، وحتى فيها فن اصلا طبيعي نقي في داخل المنازل والنقوش، يعني اهل عسير ناس فنانه ما شاء الله عليه. صح. فهنا هذه اللوحه اسمها يعني ابها، هي ابها. هنا اصور ابها الجبل، والجبل الاخضر هي المراه، هي ابها خضراء معطاءه، لكن ابها متصله بالبيوت، فالمرأة تتميز المرأة في أبها وفي الجنوب إنها عطائها لأهلها، لأسرتها، للمجتمع. ما شاء الله. هي فيها يعني حياة وفيها نوع من الاستكنان مع العائلة أكثر من ما يكون للخارج. الغطاء على شعرها لونه بنفسجي، لأنه هذا رمز لتغيير المراسم. المراسم الملكية تحول من اللون الأحمر إلى اللون البنفسجي. صحيح. وكان مستمد من أشجار جاكراندا في أبها، فحتى هذه الأشجار هنا رسمتها أنا هنا. هذه بيوت رجال ألمع، يعني الجنوب غني بتراثه وبثقافته. أكيد. وغني حتى برموزه ونقوشه، فأنا هذه من اللوحات المفضلة فعلا، جميلة. هل رحتيها؟ رحتيها؟ إي أكيد أكيد رحت. كنت أخلي يعني الأستاذ سوسن يعني شوي. فعلا هذه رحت، وكمان هي من اللوحات الدرعية والعلا، وبيوت رجال ألمع من اللوحات الأوائل اللي رسمتها. لأنه سبحان الله دائما أقول احنا في ست مناطق، كل منطقة لها هويتها الخاصة، بلادنا الغالية. لكن الجنوب سبحان الله يختلف اختلاف جذري، يعني لقد ما لفيت في المملكة كل ما أنت للجنوب احصل شيء جديد، احصل شيء اجمل، اكتشف شيء جديد، سواء من التراث، سواء من العادات، سواء من الثقافه نفسها. وقلت لك حظك كلمه جوهريه، انا اقول في كل بيت فنان، في كل بيت فن، في كل بيت امراه، المراه معطاء. ولولا المراه بعد الله
ما كان جاء هذا الشيء، فشوف شموخ الفن في غطائها اللي على رأسها. صحيح. هي جميلة لكن هي برضو امرأة محافظة، أهم شيء عندها العائلة، فهي الأرض مرتبطة بالبيت ما شاء الله، فمرتبطة. بس أنا جعلت أنه حتى أنه هي من رمز نستلهم منه اللون والجمال والخضرة والألوان هذه الحلوة اللي صارت رمز للمراسم. أيوة. كله من أبها، هذه أهميتها للمنطقة الجنوبية يعني. كل هو في عندنا نقلة نوعية حاليا للفن الجنوبي تحديدا، والدولة متجهة تعطي ثقل كبير للجنوب تحديدا بسبب هويتهم. صحيح. ما شاء الله. في اهتمام في القط العسيري. وحتى دخل في اليونسكو. دخل في اليونسكو. في قائمة اليونسكو للحفاظ على التراث، وهذا شيء نفخر فيه طبعا. طبعا احنا سجلنا أكثر من حلقة للجنوب تحديدا عشان لا أحد يزعل علينا، وغطينا الشرقية وغطينا القصيم وغطينا الشمال، فلا أحد يزعل علينا، إنما سبحان الله الجنوب له شيء مختلف. يعني الطبيعة تفرض، يعني هو احنا لما بنبتدع شيء من الخيال. صحيح. من الواقع. من الواقع، هو الواقع يتحدث يعني صراحة. الله يسلمك. اي والله اي والله. يعطيك السلامة. الله يسلمك. احنا على الشرقية نحب البحر. وللأسف دكتورة سوسن ما أعطتنا كثير، إنما أعطت ينبع. فهل البحر ونسى البحر اللي هي سمكة البحر. هذه اسم اللوحة اسمها ينبع النخل والبحر. كثير ما يعرفوا انه ينبع فيها قسمين، ينبع النخل اللي هو المزارع، وينبع البحر هي اللي فيها يعيشوا الصيادين ودائما يعني يسافروا ويتنقلوا. طبعا الشرقية عندنا برضو نخل وبحر. عندكم في الشرقية؟ ايوه. ايش اسم المدينة؟ تعال الله يحييك. لا يعني المدينة انه شرقية البحر وشرقية لا، في عندنا قرية، مو قرية عفوا، جزيرة، جزيرة تاروت اللي هي منطقة شرقية صوب القطيف، فيها النخل وفيها البحر، فيها السمك، فيها الطبيعة. فما تقولي ما عندنا، المفروض تعدي يا دكتورة. لا 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 ان شاء الله في المجموعة الجاية اللي ما رسمتهم برسمهم بإذن الله. هذا وعد من الدكتورة سوسن. لا فعلا برسم حايل كمان. الله يسلمك. لازم الحايل، عشان لازم الحايل كرم. الحايل غاليين ان شاء الله برسم لهم. على فكرة طبعا احنا في المعرض جتنا دعوة للدكتورة، بس عزموها تروح عندهم، بس ما عزموا تكون معاها. يعزموني الحال. بعدين كيف ارسم حايل بدون ما اشوف يعني؟ هذه عليكم هالحال. هذه مو الكل يعرف انه في ينبع النخل وينبع البحر. فالوالده الله يرحمها كانت من ينبع النخل. الله. فكانت تقول دائما انا من ينبع النخل بفخر. ليش؟ أهل ينبع النخل هم مزارعين مستقرين، فكانوا مستقرين وأحوالهم يعني مرتاحة، مثقفين، منفتحين، مضيافين. عكس إنه مثلاً ينبع البحر حياتهم شوية شاقة لأنه فيها صيد وما صيد. فأنا رسمتها ينبع النخل، قلت بنرسم ينبع البحر. وهنا اللبس حق الينبع اللي هو الزبون، ولبس نفس أهل المدينة، نفس أهل المدينة. في تطريز كثير بس أنا خففت التطريز. هذه يعني مرأة من ينبع ماسكة بيدها ينبع الصناعية. الحقيقة أنا ما رحت ينبع الصناعية، حاولت أشوف صور للمصانع، فاللي لقيت صور قليلة فحطيتها يعني انه ينبع النخل والبحر. يعني جمعت النخل، يعني جمعتيها كلها اتليست في لوحه واحده ما شاء الله. الفكره من اللوحه انه تخليك تفكر وتسال عن المدينه. بالضبط. تعرف انه في نخل، في نروح الينبع، في انه الينبع الحديثه وجميله ويعني شوارعها جديده ومرصوفه، وفي جهه ينبع البحر اللي فيها الصيادين والصيد. هي في كل لوحة دعوة للزيارة، دعوة للاكتشاف. يعني عندنا احنا أماكن سياحية جميلة والدولة بدأت تهتم فيها، باقي احنا نروح نزورها يعني ونكتشف. هذا واجب علينا فعلا. هذا ان شاء الله المرة الجاية نروح سوا زيارتين، عندنا أهل حائل وعندنا أهل الشرقية. والله انا كنت فعلا ناوي اني اروح كل هذه الأماكن، بس هذه اللوحات انرسمت في زمن الكورونا وزمن الحجر، فما كان في اي. طب احنا استفدنا شيء وقت الحظر يعني. طلعت الحين، طلعت الاشياء جميله، طلعت جميله، وان شاء الله تكون دعوه فعلا للاكتشاف باذن الله. باذن الله. جمال الفن انه دائما يفضل معانا في تراثنا في هويتنا. ما طلع ما طلعت العلا دكتوره سوسن جسمتيها طريقه جميله
احسها كنا جالسه نتكلم. صحيح، اللوحه هذه مختلفه. هي رسمت في يعني في وقت قياسي، كانت مطلوبه لموسم العلا. جو يوم الاثنين قالوا لي نبغى لوحه كبيره للعلا، فهي ما كانت لا فيها لا صوره امراه ولا اي شيء. رسمتها بدات فيها الاثنين، خلصتها الخميس، يعني يعني وقت قياسي. أيوه. بس كنت وانا ارسمها عارفه الفكره يعني، فكان سهل علي انا اصور. هي العلا شوف تشوفها كبيره كانها حجر بالضبط، ثمين، كانها حجر الماس، حجر يعني الخاتم، فتشوف كبيره حتى نكشه الزوايا حقتها هي، فهي شيء ثمين في تاريخنا. صح، يدل انه الارض هذه ارض السعوديه، ارض التاريخ. في ناس يقولوا ما عندهم شيء، ما عندنا، لا عندنا اثار، امم عاشت وامم مضت، واحنا جات في مدائن صالح ذكرت في القران يعني، فهذه كلها قصص يعني احنا نهتم فيها وتستحق الزياره وتستحق الاهتمام. فهي العلا هي جوهرة المفروض نروح نزورها جواهر بلادنا كثيرة، جواهر كثيرة، جواهر والله كثيرة جواهر. والحمد لله أنه وصلنا لمرحلة أنه فعلا بدأ اسم السعودية الفن والتراث يطلع للعالمية، وهذا فضل رب العالمين. ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو أمير الشباب أمير الفن أمير محمد بن سلمان الله يحفظه. فعلا كلمة أحب أوجهها أنه سمو الأمير محمد بن سلمان خلانا نحب بلدنا، ركز على الثقافة، ركز على الشباب، ركز على السياحة، على الترفيه، على التعليم، فصرنا نشوف أشياء جميلة في بلدنا نفخر فيها. صحيح. وهذا المعرض هو فعلا رسالة فخر، رسالة حب، رسالة شكر لملكنا الله يطول في عمره سلمان بن عبد العزيز، ولسمو نائبه الله يخليه لنا اللي نفخر فيه ونحسه احنا هو قدوتنا وهو يعني فعلا راعينا واللي مهتم فينا. الله يحفظنا يا رب. هذه اللوحه اسمها خطاب شقره. فشقره مدينه لها تاريخ عريق. فانا هنا اصورها كعروس متزينه بالذهب وبالبرقع، وهنا الخطاب عند بوابة مدينة شقرة ينتظروا كل واحدة انه يتبارى يخطب ود شقرة. ما شاء الله، هم كلهم هنا. بس كذا احنا الجزيرة كذا وقت علينا يعني دكتورة، كله هي 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 هو هي 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 كل شيء. المدينة هي هي الدولة هي كل شيء، هي العطاء، هي الطبيعة، حتى بالزيجة هي، حتى بالزيجة هي. يا جماعة الخير احد يوقف معنا يشوف لنا يعني هذا المعرض ما في بالاخير في لوحه، في لوحه بالاخير، لوحه الادم. طيب الحمد لله في ادم ان شاء الله حننصفه. بلاك شيء جميل انك اعطيتي حتى القرى والمدن الصغيره في بلدنا الغاليه لها من هويتها من تراثها، لكن بربطي لي هي برضه بهي، لاني فعلا زرت مدينه شقره وشيقر فيها تاريخ جداً عظيم جداً. فأنا كنت أسير في الشوارع كذا أحس في ناس كانوا هنا، ناس كانوا يأكلوا، ناس سوق يعني. أنا أدعو كل الناس تروح فيها وتزورها، شيء رائع يعني، في شعور غريب ما أقدر أوصفه. واللي ما قد راحها فكرة للعلم بالشيء أنا أعشقها لسببين، غير أنهم أهل كرم طبعا كل الناس خير بركة، أننا طول ما أنت ماشي تحصل هلا يرحبون بك. صح. هم عارفين من شكلك وشكلها انك انتم غريبين. صح، يجي هلا بك حياك الله، هلا بك حيا، يرحبه ويفتح الباب ويقول لك تفضل، ويتسابقون من تاخذ عنده التمر والقهوه، فشيء شيء رائع الحمد لله فعلا. فهي سبحان الله عاداتنا. صحيح، فحفظنا عليها اجيالنا، والحمد لله رسالتكم بتكمل من خلال لوحاتكم وريشتكم. وهي هي دعوه لانه المراه هي رمز الجمال. صحيح، فانا وصفت المدن والسعوديه بهي دعوة للجمال. ابحثوا عن الجمال في بلدنا، ابحثوا عن الجمال في مدننا، اكتشفوا، استمتعوا. حتى اليوم لها نصيب معنا. كيف رسمت اليوم دكتورة سوسن؟ أنا مرة كنت راجعة من سفري من برا في الخارج، والأول مرة غيروا الطريق يعني، فمرينا فوق نيوم، لقيت جمال ساحر يعني، أنا قلت هذه نيوم ساحرة، لم أصدق يعني فعلا.
الزرقاء، التركواز، الألوان. فأنا تخيلت هذه النيوم زي كأنها حورية مختفية في البحر الأحمر. الله. فصورتها هنا حورية في البحر الأحمر، وإحنا كمان لازم ندورها ونكتشفها، لازم نروح نيوم. صحيح. فهذه الألوان فعلا موجودة، ألوان المرجان موجودة في البحر الأحمر. السمك اللي فوق نفس نوع السمك الموجود في البحر الأحمر، حتى هنا هذه السمك. فالألوان هذه كلها مستمدة من نيوم، وأنا يعني إحنا لازم نروح نشوف نكتشف نيوم ونطلع هالحورية الموجودة في البحر الأحمر، نطلعها على الطبيعة نشوفها، لأنه فعلا زي ما تفضلتي نيوم رائع، مشروع رائع. شمال السعودية زي أي مكان في السعودية كله مليان بأشياء غنية ما شفناها، فلازم نروح نشوفها. وجميل أنه جملتيها بالحورية، لأنه من جمال البحر وهداوته الحرية. صحيح. الله يسلمك ربي. هذه القيصرية في الإحساء، يعني الحين جينا للإحساء. كنت أنا يعني فعلا ناوي أني أروح أزور الإحساء، في زمن الكورونا ما تمكنت، ففتحت مجلة حقت وزارة السياحة، فلقيت أنه في الإحساء جبال وردية لونها عودي، فصورتها هنا الإحساء بامرأة. هذه العروق، هذه عروق الجبال الوردية. عندهم سوق اسمه سوق القيصرية، معروف معروف انه من القصر يعني القيصرية. فحطيت على راسها التاج علشان إشارة، رمز إلى القيصرية، انها زي ملكة الإحساء، ملكة بالتمر فعلا. بالنخل. هي الإحساء أساسا كانت هي عاصمة الشرقية فعلا، الناس تعرفونها بسبب تاريخها العريق. يعني إن شاء الله تكتمل وأسوي أكثر لوحات عنها بزيارة واقعية. أجل واجب عليك زيارة الشرقية، لازم وزيارة إن شاء الله. هذه العلا بصورة فنية غير الصورة الواقعية. العلا امرأة جميلة أيضا. هذا الجبل، الجبلين موجودين فعلا في العلا، موجودين وهم قريبين من بعض، والنور يأتي من بينهم. فأنا صورت الجبلين، وأنه العلا المزارع، هذه كانت امرأة، وهذا النخيل المزارع، هذه الرطب. فهي ما في لها وجه، هي جميلة يعني، أيضا تدعونا للاكتشاف العلا. واللون البنفسجي غالب على لوحاتي، لأنه أنا أرمز فيه للدولة. اللون البنفسجي هو رمز للمراسم الملكية، فعشان كده تلاقيه في أغلب اللوحات. وصلنا الحمد لله عاصمة الثقافة والفنون مدينة الرياض. أيوة، وصلنا إلى أكبر لوحة عندي، هي الرياض. الرياض مدينة متميزة، مدينة شامخة. صحيح. أنا رسمتها في زمن الكورونا فعلا، هذه برضو أيضا في زمن كنت أمشي ألاقيها فارغة فاضية، لكن العمارات كانت فضية تلمع نظافتها، تلمع كل شيء، فيها شيء نظيف متقدم حضاري. شعرت في شموخ، في كبرياء للرياض. هي أنثى تعرف أنها الأنثى المدللة، هي العاصمة، فتلاقيها رافعة راسها. كان وقت غروب، أنا لما كنت أمشي في رافعة راسها، الضوء معكوس على جبهتها، حتى على عنقها الضوء، تلقى الضوء. هنا في رمزية، الخطين هذا للمترو، خط المترو. أيوه. خط المترو يخترق هنا المدينة المالية، مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. أيضا كانت كلها متوقفة هذه الأشياء، هذه الأماكن والترفيه، فأنا رمزت فيها هنا الوينترلاند. وينترلاند، هذه الأكشاك في وينترلاند كلها واقفة كانت. صح. السنابل هذه سنابل الخير، سنابل والعطاء الخير. سنابل تطلع في النخل، لكن فيه سنابل خير وعطاء وزرقة. الزرقة يعني ترمز إلى السلام، إلى السكينة، إلى الإطمئنان. ما شاء الله، يعني جملتي الرياض أكثر ما هي جميلة، يعني أعطتينا حد جدا، يعني كبرياءها، هي شامخة، عندها عزة الرياض، مفتخرة بنفسها، عاصمة عالمية، عاصمة المملكة، عاصمة عالمية، عاصمة عالمية. الحمد لله وصلنا للعالمية بفضل شموخ ولا الحمد لله، فربنا يحفظها ويديم علينا، يديم علينا من الأمان. آمين. فاضل لوحة واحدة، واحد ختامها مسك، ختامها مسك، آدم وحواء،
مو عشان حاجة، عشان الرجال الغلبان هذا بس يكونوا نصيب معاك. حننصفه قليلا. طيب خلينا نشوفه مع بعضنا. جينا اللوحة اللي الحمد لله الرجل يعني ما دكتورة سوسن عطتنا حاجة. آدم وحواء نقول طبعا آدم هو أصل الحياة، هو شجر، هو الشجرة، الشجرة العظيمة. أنا أصور آدم هنا كشجرة قوية، فهو حتى رقبته طويلة، هو الأصل. لكن الحياة ما بدأت ولا اكتملت إلا بحواء. سبحان الله، جاءت حواء ابتدأ كل شيء، ابتدأ العطاء، ابتدأ النماء، ابتدأت الطبيعة، نمت الحياة هنا وبدأت فروع آدم تطلع. الرسالة في هذا الشيء إنه إحنا كلنا نرجع من آدم وحواء، نكملوا بعض. هذه نكمل بعض. آدم متسند على حواء، لو حواء متقبلة هذا التسند، لكن ما هو إنه هو برضا بحب، هو يعتقد إنه هو المسيطر آدم. لكن حواء نعم يا آدم أنا أساندك. دائما المرأة مساندة، بس يعني ما أدري يعني أنت جالسة تعطينا الحين دكتورة سوسن بطريقة، يدينهم مرتبطة ببعض، اندماجهم هو اللي طلع الحياة. هذه الحياة، شجرة الحياة، هي الأمم، هي الحضارات، هي القبائل، هي كل الأشخاص، هي كل الشعوب. إحنا نرجع كلنا من آدم وحواء. وآدم أنت موجود يا آدم، وأنت أساسي، وإحنا يعني ننسند فيك وأنت تنسند علينا، لأن هم اثنين يكملوا بعض، هم اثنين مكملين بعض. أنا دائما نقول الرجل والمرأة يعني طريق مع بعض مشترك، يكملون بعض. فسبحان الله من يوم ما ربنا خلق الكون في آدم وحواء هم مع بعضهم، حتى لما نزلوا للأرض هم اثنين مع بعضهم. فالجميل أنك كيف أعطتني بطريقة معبرة جدا عن أساس الإنسانية. أساس الإنسانية أنا وسر كلمة هي بها ابتدأت الحياة، هي الحياة، هي النماء، هي العطاء. أنا أتوقع أنك دارسة فلسفة دكتورة. لا والله أنا اكتشفت هذا كله الشعور جاني في زمن الكورونا، ما شاء الله، لما التفت كل إنسان، يعني كل امرأة التفت على أطفالها، على أهلها، على عائلتها. الدولة التفت علينا وحنضنتنا وحمتنا، والمدينة استكانت واستقرت في انتظار أنه الجائحة تروح. فهذا كل الشعور جاني بأهمية هي في الفن. طب ممكن سؤال دكتورة، الفن والفلسفة في ترابط بينهم؟ في ترابط، لأنه الفن هو وسيلة تعبير، والفلسفة هي رؤية، هي أفكار. فممكن واحد أفكار تمشي في رأسه الدور يعني. عشان كده الحين أحس الفنانين فيهم فلسفة، يعني إذا درسوا المدرسة مو فلسفة عن الفلسفة كفيلسوف، لا أيوة. فلسفة العلم، الفلسفة، لأنه طريقة الحوار في اللوحة نفسها بالفنانين لها رسالة، فعلاً لها تعبير. فعلا صدقت، الفلسفة والفن، الفن لغة حوار. أيوة طبعاً. فهي أدواتها غير أدواتها، اللون، الريشة، الخط، التكوين، الرمزية، فهذه كلها أدوات توصل رسالة، فهي لغة أدبية راقية من نوع آخر. دكتورة سوسن أقول لك شكرا، أعطتينا شيء جدا جميل بشكل جميل جدا، وهذا من طيبك ومريشتك الجميلة. وأحب أشكرك أستاذ عامر، سمك. دورك رائع وتاريخي، الله يحفظك، لأنك أنت تعتبر موثق للحركة الفنية في السعودية. هذا شرف لي، وهنيك على هذا الدور اللي أنت اخترته بعناية في وقت حساس، يعني في اهتمام من الدولة للفنون. حتعتبر أنت المؤرخ، الله يسعدك، كل الفنانين عندك، هذا شهادة تسليم، ما شاء الله، باهتمام بدون مقابل ولا أي شيء، إلا أنك تخدم المجتمع وتنشر ثقافة الفن. فأنا فعلا ممتنة ومقدرة لهذا الدور العظيم اللي سويته، وكفنانين وعن الفنانين أشكرك وحيك لاهتمامك وحرصك. جالك سلم، الله يسلمك، كلام أفتخر فيه والله، شهادة. والله إحنا نفتخر بوجود أشخاص يعني مثلك. شكرا لك أستاذ عامر، شكرا للجميع، الله يسلمكم. الفن يجمعنا، حلقة ثانية إن شاء الله بمعارضنا سواء بالسعودية في أي مكان في العربي، لأنه هذا شيء جميل منكم وإليكم. يومكم سعيد. شكرا لكم جميعا، شكرا.